السيد مناف عماش الحربي المحلل السياسي السعودي سينضم معنا عبر الهاتف من الرياض. سيد مناف، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. كنت بتحدث مع ضيفي السيد جمال داود عن أن قطر دائما ما تتحدث عن حرية التعبير عن الرأي، ولكن وقت في أوقات التطبيق لا نرى أي شيء من ذلك، وفقط تشريعات للقمع وعدم إعطاء هذه الحرية لأي أحد حتى في الداخل أو في الخارج القطري. كيف تعقب على ذلك؟ ما في شك أن قطر مارست هذه الممارسات من التغيير السياسي اللي حدث في 27 جون 95 في الدوحة، عندما ظهرت قناة الجزيرة رفعت شعار الرأي والرأي الآخر، ولكن للأسف أنه قناة الجزيرة يفرض أنها معبر عن الحرية والديمقراطية، لكن وجدنا أنه كان هدفها أمرين: تثوير الخطاب السياسي في العالم العربي، وتثوير الخطاب الديني في العالم العربي، فبالتالي كانت هدفها للخارج وليس للداخل القطري. خلنا نذكر أنه جماعة الأخوان المسلمين هي جماعة منحلة في قطر، وتم حلها من فترة طويلة، لكن متواجد رموزها وأقطابها في الدوحة، فالدوحة تمارس الأمر ونقيضه، تدعي الحرية وتدعي أنها مع الشعوب في العالم العربي وأن مع حرية التعبير وأن مع الديمقراطية، ولكن تمارس أقصى أنواع الدكتاتورية في داخل قطر. هل تتخيلي ندى أنه بسبب قصيدة يسجن شاعر؟ هناك أسماء مهمة وأقطاب مهمة من التسعينات خلف الأسوار المغلقة وممنوعة من تعرضت للإقامة الجبرية، وهي أسماء داخل والكثير من الفتيات. سيد منيف، الكثير من الفتيات لم ولن يحصلن على أي من حقوقهن، أو حتى في تيار كبير في أسرة آل ثاني هو مناهض لهذه الممارسات، وتم أما إقامة جبرية، ومنهم ابن أمير قطر السابق، نعرف أنه في الشيخ مشعل تحت الإقامة الجبرية في قطر، أيضا أسماء مهمة وأسماء قطرية مهمة تعرضت للسجن والإقامة الجبرية، ثم صدر قرار قانون خطير جدا في بداية هذا العام بتكميم الأفواه، وهو الذي وافق عليه الشيخ تميم، فبالتالي قطر هي تمارس الأمر وناقضه، ولكن لماذا في الإعلام العربي لم يظهر النداء؟ أنا أعتقد هو الرباعية العربية اللي هي الرياض والقاهرة وأبو ظبي والمنامة اللي لعبت دور مهم في العالم العربي، وأعتقد أنها استطاعت إيقاف هذا الدمار الذي أحدثته الدوحة مع أنقرة مع طهران مع الأخوان. كانت في السابق لا تسلط الضوء كثيرا على هذه الممارسات. إكسترا نيوز أنا أعتقد من فترة جيدة هي تسلط الضوء عن ما يحدث داخل الدوحة، القنوات الأخرى العربية سكاي نيوز، هذا كان لم يكن موجود قبل 5 جون 2017، وهي الحقبة التي جعلت الجزيرة من 96 إلى 5 جون 2017 تمارس كل أنواع التضليل والتزييف والحشد والتثوير في المنطقة العربية.